الشخصية والكفاءة البشرية للقنطاري. عبر المحيطات وعدد المقبولية 28 مستثمر مقبول، عدد الاستفادة النظرية 8 نتوقع إنتاج في حدود 277 ألف قنطار، لكن نقول بالنظر للإمكانيات المسخرة، بالنظر للمساحات اللي تم وضعها في إطار الامتياز، وكان أشرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية للأراضي الصحراوية والصحراوية على تخصيص فضاءات مهمة جدا تتعدى 125 ألف هكتار. ولاية ورقلة استفادت من إنجاز 9 مخازن ذات سعة 50 ألف قنطار لكل مخزن، 2 سيتم إنجازها على مستوى قصي طويل، و7 الأخرى يتم إنجازها بمنطقة حاسي بن عبد الله. هذه المناطق الأقطاب الفلاحية بامتياز على مستوى الولاية، بالإضافة إلى صومعة ذات 1 مليون قنطار بنفس منطقة حاسي بن عبد الله.